اظن تجربة فيلم جدحة هي محاولة للاستماع لمشاكل الاطفال، استماع الى عالم الاطفال اللي هو مختلف كثيرا على عالم الكبار، معناتها فما توازي او تباعد كبير من عالم الكبار لعالم الاطفال، وهي محاولة مني لسرد حكاية بتر، حكاية تجربة انسانية من وجهة نظر طفل اللي هي ممكن تكون من وجهة نظر الكبار شيء آخر. وهذا هو العمل اللي قمت فيه سينمائيا أو سيناريستيكيا أو في كل مقومات الصورة، كان من هذا المبدأ، هو حكاية طفل من وجهة نظر. تمام. الصعوبات اللي كده خلال عملية الفيلم؟ أهم شيء أظن أن في عالمنا إحنا العالم العربي في تونس أو غيره هو مشكلة الشغل مع الأطفال، يعني الأطفال تاخذ أكثر وقت في التصوير ويأخذوا، والأطفال ما ممكن يشتغلوا معاك أو يلعبوا معاك ساعتين في الصبح وساعتين في المساء. الفريق التقني ما بيفهم الشيء هذا لأنهم بيعتبرهم ممثلين ويزموا يقوموا محترفين لكن هما أطفال، ما مش ممكن حتى إنسانيا، ما مش 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 أخلاقيا تشغل، مش ماهوش أخلاقيا تشغل طفل أكثر من ساعتين صبح ساعتين مساء. هذه في قانون وحقوق الطفل. استخدام اسم قدحة دي ليه دلالة؟ قدحة بطل العمل الطفل القدحة، ليه اخترت قدحة؟ قدحة لأنه الشعر التي لا تستطيع أن تشتعل، لأن القدحة هي ممكن تشتعل ممكن لا تشتعل. فتحتاج أكثر من محاولة، مرة اثنين ثلاثة تدوس عليها. ممكن تشتعل لكن اليوم الأطفال بتاعنا هل ممكن يكون فيهم نور؟ هل ممكن الكبار يعطيه نور للأطفال؟ وهذه هو قدحة. قدحة هو محاولة من طفل لتجاوز تجربة عصيبة وصعبة من حياته، معناتها ذهاب الأب، تخلي الناس الكل عليه، لكن استعماله في نفس الوقت والأخذ القرار في مكانه، لأنه الكبار يعتقدوا اللي عندهم الحق.